نحن مجموعة محولين من برنامج عادل اثنين إلى كناب إيمو. برنامج كناب إيمو موقع 200 مسكن صالح دائرة صالح باي. عندنا مشكل أولا القائمة الثانية راهي عندها حوالي عامين ما هبطتش من الجزائر العاصمة للصيف. رانا نضرينا بزاف ورانا كيما نقولوا هنايا شونطي البيار دي راهي عندها عام درك ما خلصتش الاشغال. حنا كنا موظفين نضرينا من الكرا ونضرينا رانا بزاف حنا نستناو من الدوم. رانا من برنامج عدل اثنين من الدوميتريز رانا 2020 راحت خلاص يعني 8 سنين راهي فاتت ومازلنا ما سكناش. هذه نتمنى ان شاء الله التدخل تاع السلطات المحليه على راسهم والي ولايه سطيف ان شاء الله يتدخل في اقرب وقت باش ان شاء الله الشونطي يزرب الاشغال ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. وماذا بينا ان شاء الله في 1 نوفمبر السكنات راهي واجده راه كلش واجد ان شاء الله. بقى شويه الاشغال برك راهي مديره وتيره بطيئه التهيئه الخارجيه راهي تمشي بوتيره بطيئه جدا. وماذا بينا ان شاء الله يتدخل الوالي راهي شويه يعني وعندنا مشكل تاع الكهرباء راهم يقولوا مشكل تاع الكهرباء. نتمنى ان شاء الله الوالي يتدخل في اقرب وقت ان شاء الله ويتم التسليم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في 1 نوفمبر. هذا ما نطلبوا ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا كما قال يحكي الاخ داوين مجموعه كنا مكتتبين في الضيير وبدلنا الايموكنا تاع صالح باي هذه رانا نضرينا من الكلاب بزاف بزاف فينا وجاو اغلبنا موظفين وعندنا دوكا من 2013 والله حنا كنا غادير على اساس كي بدلنا تكون قالك في اغرب وقت في اغرب وقت ولكن كيما لاحظوا لحد الان رانا 2021 ما مازال ما سكننا ما والو ومع مع العلم بقات يعني اشغال قليله يعني مش لي حاجه كبيره ان شاء الله. هذه هي بارك الله. نداء تاعي للولي هذا السكنات تاع صالح باي هذو راهم موجودين عندهم 4 سنين من 2018 هما موجودين هنايا رانا تاع 2013 هادو تاع العدل حولنا لهم على الجيل باش نديو هنا في نسكنوا هنا في صالح باي ورانا كاريين هنا برك في صالح باي الاغلبيه تاعنا كاريين. المشكل الوحيد تاع هادو راه التهيئه الخارجيه تخص غير التهيئه الخارجيه. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.